قرعة كأس العالم لكرة اليد 2023 اللي اتعملت النهاردة في بولندا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الثمانية استعدادا للبطولة اللي هتتلعب في شهر يناير اللي جاي في السويد وبولندا بمشاركة 32 منتخب. واخد بالك من كلمة ان البطولة هتبقى بتنظيم مشترك ما بين السويد وبولندا عشان تعرفوا بجد مصر عملت ايه في كأس العالم 2021 اللي كان برضو بمشاركة 32 منتخب، ولكن في ظل الكورونا احنا اللي يعني حطينا خريطة الطريق لفكرة البابل ايام الكورونا وايام قد ايه الاجراءات الاحترازية مطالب منك انك ترجع ال 32 منتخب لبلادهم مرة اخرى وهم زي الفل ما فيهمش اي حاجة. فطبعا يعني كانت مهمة صعبة جدا جدا جدا. المرة دي البطولة 2023 هتكون بتنظيم مشترك بين بولندا والسويد. طبعا البطولة المفروض زي ما قلت لحضراتكم هيشارك في البطولة 5 منتخبات من قارة أفريقيا هيتأهلوا من بطولة أفريقيا اللي المفروض هتتلعب في مصر ابتداء من يوم 11 يوليو الحالي. القرعة أسفرت عن المجموعة الأولى هتكون أسبانيا مونتنيجرو تشيلي إيران، المجموعة الثانية هتكون فرنسا بولندا السعودية سلوفينيا، المجموعة الثالثة هتكون السويد البرازيل وتاني أفريقيا وأوروغواي زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة. المجموعة الرابعة هتكون أيسلندا البرتغال المجر كوريا الجنوبية، المجموعة الخامسة هتكون ألمانيا قطر صربيا خامس أفريقيا، المجموعة السادسة هتكون النرويج مقدونيا الأرجنتين هولندا، المجموعة السابعة هتكون أول أفريقيا كرواتيا ثالث أفريقيا أمريكا، المجموعة الثامنة الدنمارك بلجيكا البحرين ورابع أفريقيا. حد يقول لي طب اشمعنى كل المنتخبات دي موجودة يعني ومترستقة في أماكنها وموجود أول وتاني عشان احنا بطولة أفريقيا طبعا لسه ما اتلعبتش وده كل الناس عارفاه وعشان هي اتأجلت كتير. البطولات دي كلها اتلعبت اللي بتؤهل لكأس العالم فكل القارات اتلعبت، احنا بس القارة الوحيدة اللي البطولة بتاعتها اتأجلت نظرا لظروف البلد اللي كانت هتستضيف البطولة وتغيير البلد اللي هتستضيف البطولة فالبطولة اتأجلت. فعشان كده احنا موجودين بالترتيب كده ان احنا مكتوب الأول هيبقى في المجموعة الكام والتاني في المجموعة الكام وكده يعني لحد الخامس. هي دي الفكرة بالتأكيد.